لم يكن هؤلاء الحالمون بالحرية والتحرر يعرفون ما سيحل بالآلاف منهم، من ثوار حالمين إلى أرقام في مقابر جماعية في حي الوعر في حمص العادية كما يسميها أهلها. ثاروا وهتفوا ضد نظام الأسد فغيبت أصواتهم فرادى وجماعات. في هذه البقعة الجغرافية من سوريا جريمة متكاملة الأركان كما يقول الائتلاف السوري المعارض، حدثت ووثقت بين عامي 2012 و2014 ثم خرجت للعلن. رئيس الائتلاف يكشفها بوثائق دامغة على حد تعبيره. هذه الوثائق فقط موجودة بين يدي الائتلاف كممثل للشعب السوري، ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، وبدأنا به عمل مع دول أخرى ومع منظمات دولية ومع الأمم المتحدة. لن نوفر جهدا في جعل هذه الوثائق تنضج إلى الدرجة التي تكون دليلا دامغا على جرائم هذا النظام والدفع باتجاه محاسبته. أكثر من 300 وثيقة أصلية تضم مئات الآلاف من الجداول التي توثق دفن النظام السوري، أكثر من 5200 شخص ونقلهم من مستشفى عبد القادر شقف العسكري إلى مقبرة تل النصر في حي الوعر. وثائق ممهورة بخاتم الطب الشرعي ومدير المستشفى العسكري ومحافظ المدينة، وتضم أسماء الضالعين في الواقعة من أطباء وعاملين من الموقعين عليها، كما وتضم مراسلات بين عام 2012 و2013. ليست هي المرة الأولى التي يكشف فيها النقاب عما يوصف بجرائم ممنهجة ارتكبها النظام السوري مع مطالبات متكررة بالمحاسبة. ما حدث في مشفى عبد القادر شقفة هو 5200 شهيد في هذه الفترة ما استطعنا تسريبه من وثائق، فمعناته ما يجري في مناطق أخرى ومن 2012 حتى 2021 هو أكبر من ذلك بكثير، لكن بإذن الله أصابعنا وعيوننا ستبقى تتابع هذا المجرم حتى نحصل على كل الأدلة اللازمة، وهي كثيرة أصبحت، حتى تسمه كمجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية ينبغي أن يذهب إلى المحاكم العادلة. شكرا جزيلا. هكذا يتجدد أمل السوريين بالعدالة في كل مرة يقدمون دليلا يدين غريمهم، أما غريمهم النظام السوري فهو طليق يسند ظهره للاعب دولي يضمن بقائه.